التغريدة اللي تحت تقول منافسة غير شريفة، أتمنى فتح ملف موقع المراهنات العالمي بت 365 على الجميع. شنو قصة موضوع المراهنات وليش تكلمت عنه بهالوقت؟ قاعد تنبشون أنتوا ها؟ والله هذه أنت كاتبها ولا لا؟ أنا كاتبها. طيب أي شيء بالعكس ما أنكر ولا مسحت اليوم كذا عادي يعني. طيب إذا أنت شيء كاتبه تلومنا إحنا يا خالد ليش؟ بالعكس الكلام اللي أنا كاتبه ممكن أكثر الناس يفهموه بشكل ممكن. طيب هذا ممكن وقتها ممكن فكروا وهم إن أنا أقصد الدوري الكويتي. أنا ما كنت أقصد الدوري الكويتي، حتى أنا قعدت مع اللجنة وكان في حكي طلع إن المفروض خالد يوضح وكذا، وأنا قعدت مع اللجنة وسووا لجنة، وللأمانة يعني أشكر الأخوان باللجنة في ذاك الوقت، كان أعتقد لجنة مؤقتة ما أذكر من كان رئيسها، لجنة تحقيق يعني سيد فوز الحساني كان في ذاك الوقت رئيس اللجنة المؤقتة، رئيس اللجنة المؤقتة، لكن قعدت مع أعضاء كانوا سووا اللجنة الخاصة. أعتقد وضحت الأسباب، لأن أنا ممكن جاني علم قبل مباراتنا مع الجهرة بيومين، تكلم شخص مقرب لي بالنادي السالمية ان المرحلة هذه وصلت حتى اللاعبين الصغار، يعني قاموا يبطلون عيونهم حتى على هالامور هذه، لكن اذا ما صار توعية من الاتحاد او من حتى المسؤولين الاداريين في الاندية اعتقد راح تزيد بكثرة. واعتقد وضحت الاسباب وللامانه كانوا مجاوبين معاي. ليش زعلان؟ بالعكس توضيحك هذا ممكن يفسر التغريده. لا بالعكس انا قعدت وياهم. لا عادي المفروض ما تزعل. لا عادي انا مو زعلان. طيب منو تقصد اذا مو الدوري الكويتي اي دوري؟ انا ما اقول لك، انا اكلمك انت تقول تقول الناس فهموها دوري الكويتي. توعيه انا اكلمك عن توعيه. الامور اللي صارت يعني ممكن انا اقول لك اياها، ممكن لاعب انا هدفي من نشر التغريده انه توعيه. طيب تحس في ان في لاعبين مثلا انا اكلمك بشكل عام وضحت الصغار مثلا ممكن يقول لك هذا شيء طبيعي. طيب ممكن ترى في اوروبا قصدك في اوروبا وضعهم طبيعي عادي. قصدك في اوروبا عدل من خلال التغريده؟ لا انا اكلمك مجرد ان انتباه على هالمواقع هذه، وللامانه اشكر المسؤولين احجبوا الموقع. الموقع في مراهنات في دورينا؟ لا للامانه انا ما عندي شيء، اذا انت عندك شيء طلع. لا انا اقول لك اسالك شيء. لا بما ان انت غردت عن الموقع فانت ممكن عندك معلومه اكثر مني. شوف تغريده، حط التغريده. شوف انا لا تكلمت على دوري فيفا ولا تكلمت على الدوري الكويتي ولا تكلمت على منافسه غير معين. منافسه غير شريفه. غير شريفه. زين نحلل التغريده. اتمنى فتح ملف موقع المراهنات العالمي بت على الجميع. على الجميع. زين منافسة غير شريفة شنو تقصد فيها؟ منافسة بشكل عام. ايه انت تدش بشكل عام انا اكلمك. طيب على الجميع انا قلت لك.